تقف القدس اليوم في ظل احتلال إسرائيل لها ووقاحة أمريكا تجاهها وخيانة كثير من العرب والمسلمين لها. تقف القدس تستنصر أحرار العالم وأبناء الأمة. تقف القدس كما وقف الحسين عليه السلام في أرض كربلاء وسط أجساد الشهداء العباس، علي الأكبر، مسلم، القاسم، جون، الحر. وقف الحسين شامخا عزيزا أبيا، لكن لا ناصر له ولا معين، مناديا: هل من ناصر ينصرني؟ هل من ذاب يذب عن حرم الله؟ هل من مغيث يغيثني؟ لم يسمع جوابا في ذلك الزمان، لأن الأمة انحرفت وارتدت ونامت وماتت. ولكن زماننا يختلف عن ذلك الزمان. زماننا هو زمان الأنصار والمقاومين والمجاهدين. زماننا هو زمان الإمام الخميني، زمان الشهيدين المقدسين الصدرين والشهيد الحكيم. زماننا زمان الشهيد عباس الموسوي والشهيد عماد مغنية والشهيد المطهري والشهيد شمران والبهشتي. زماننا زمان الشهيد فتح الشقاقي ومحمد الدرة والشهيد أشرقت. زماننا هو زمان المرجعية التي أفتت وحملت لواء الجهاد ضد داعش. زماننا هو زمان الولي الفقيه الذي يحمل راية الإسلام والمقاومة في العالم. زماننا هو زمان الحشد الشعبي والجمهورية الإسلامية وحزب الله وأنصار الله وشعب البحرين الثائر ومجاهدي سوريا وفلسطين. وستسمع القدس بشائر النصر وسترى فرحة التحرير، وسيصلي الأحرار قريبا في القدس. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.